السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة أخرى في الرحلات المعرفية عبر الويب ويب كويست. وصلنا الآن للعنصر الثالث من عناصر الرحلة المعرفية عبر الويب وهو المصادر. ما هي المصادر التي تستخدم في الرحلات المعرفية عبر الويب؟ هيا بنا نتعرف عليها. المصادر: على أي معلم يرغب في البدء في رحلة معرفية؟ تحديد المصادر المتوفرة والمتاحة حول الموضوع، والتي توفر فيها الدقة العلمية وتثير اهتمام الطالب. الرحلة المعرفية هي رحلة موجهة، يقوم المعلم بإعداد المادة والصفحات التي سيتعرض لها الطلاب، ولا تتم بشكل عشوائي على الطلاب اختيار المعلومات، وإلا أصبح لديهم تعارض المعلومات. عليه تحديد بدقة الصفحة التي ترتبط بالمادة وتحتوي المادة بدقة حتى يتوصل للهدف التربوي. في هذه المرحلة يقدم المعلم للمتعلمين مجموعة محددة ومنتقاة بعناية من صفحات الويب المتصلة بالدرس والمناسبة لمستوى المتعلمين وخبراتهم والمرتبطة بالمقررات الدراسية تماما، مناسبة للغتهم الأم، وذلك لمساعدتهم على الإبحار في الرحلة المعرفية والوصول للمهمة المطلوبة في الوقت المطلوب. تمدهم بالمادة العلمية التي يحتاجونها وتحقق الهدف التربوي. فليس من المنطق أن يستخدم المعلم جميع صفحات اللغة الإنجليزية لموضوع في العلوم، وحتى وإن كانت المادة العلمية موجودة فيه. عليه أن يقوم بتوفير صفحات الويب المناسبة لفئتهم العمرية والمتوفرة بلغتهم، حتى يوفر عليهم الوقت والجهد وتحقيق الهدف بكفاءة وسرعة مناسبتين. فليس من المنطق توفير صفحات لغات أخرى أو بمستوى أعلى، لأنها لن تخدم الطلاب ولا تحقق الهدف منهم. عليه أن يعد هذه المصادر مسبقا وأن لا يتركها للعشوائية خلال الحصص. المصادر التي تستخدم في الرحلات المعرفية متعددة، منها ما هو صفحات ويب للبحث بشكل عام، أو صفحات الخبراء المتاحة عبر الإلكتروني. يمكن للطلاب إرسال رسائل بالإلكتروني والحصول على إجابة من الخبراء، وهي إمكانية متاحة بشكل بسيط على الإنترنت. أو يمكن استخدام قواعد البيانات القابلة للبحث عبر شبكات الإنترنت. الكثير من المواقع تزود الإنترنت بقواعد بيانات شاملة ومتكاملة، يمكن للمعلم إرشاد الطلاب لمثل هذه القواعد للحصول على المعلومات اللازمة للدرس. مصادر أخرى: أن يوجه الطلاب إلى الكتب الإلكترونية. هناك كثير من المصادر المرفوعة على الإنترنت والتي يمكن استخدامها إلكترونيا، أو قد يوجههم إلى مواقع أبحاث علمية منشورة معتمدة، وهناك الكثير من الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات الإلكترونية. هناك مجلات علمية محكمة إلكترونية، وهي مصدر مهم يمكن استخدامه على الإنترنت. على المعلم تحديد أسماء هذه المجلات، وعلى الطلاب استكشاف المعلومات عبرها. وهناك العديد من المصادر الإلكترونية التي يمكن استخدامها كمصدر مهم ورئيس في البحث. بالإضافة إلى ذلك، في الرحلات المعرفية طويلة المدى قد يستخدم المعلم بعض المصادر غير الإلكترونية. قد يستخدم موسوعات ورقية، كتب، مجلات ورقية، على أن يتم توفيرها في الغرفة الصفية لتدعم المعلومات الموجودة في الإنترنت، خاصة إذا كانت الرحلة المعرفية تمتد لفترة أكثر من أسبوع.